طب انت يا نهى كنت بداياتك قويه جدا الفنيه، وقدمتي الحقيقه ادوار مع نجوم كبار زي سعيد عادل امام، والحقيقه ادوار يعني لحد النهارده بصمه في تاريخك. ليه بعد كده خطواتك بقت اكثر بطئه؟ هقول لك. اولا انا جيت في زمن الاول، جيت في زمن بيدوا الفرص للكبار الاكبر مننا واحنا بنيجي ادوار تانية. بس هو الحمد لله باجتهادي عملت بصمات. دلوقتي العكس. دلوقتي بيدوا للجداد، فالزمن ضدي انا وجيلي. دي حاجه. الحاجه التانية انا قعدت في البيت سنين ما كنتش بقدر اشوف كاميرا عشان الغده الدرقيه والجحوظ اللي حصل لي في عينيا، وما زال عندي جحوظ على فكره بس خف عن الاول بكتير. انا كنت سامعه انت عملتي اكتر من عمليه. انا عملت عمليات بس مش عند متخصصين. انا هعمل ان شاء الله عمليه عند دكتور متخصص في الحاله دي. ضايقك ان البعض قال ان نهى العمروسي ملامحها اتغيرت؟ في البدايه كان الحقيقه خاصه طبعا بموضوع قضيتك، لكن بعد براءتك منها البعض قال ان بسبب عمليات التجميل شوهت وجه نهى العمروسي. عمليات التجميل ايه؟ وانا ملامحي هي فين عمليات التجميل؟ انا ولا وشي منفوخ. يعني البعض قال ان تغيير الملامح يقولوا اللي هم عايزينه. الناس بتقول بس، يعني اللي يقول دي يا جبل ما يهزك ريح. انا عندي ثقه في نفسي، فاللي عايز قالوا من المخدرات في البدايه، بس بعد براءتك غده درقيه بعد اللي بعد على فكره البراءه قالوا من المخدرات. فاللي يقول المهم انت تبقي عارفه نفسك. يعني فهماني؟ يقولوا بقى عمليات تجميل، يقولوا يا طب انت مع عمليات التجميل يعني ولا ضدها؟ يعني انا شفت قريب مع عمليات التجميل، بس هنيجي بس اكمل الجزئيه دي. شفت فنان كبير واحده منزله صورتها معاه على السوشيال ميديا على الفيسبوك، فالتعليقات بجد بتسيء للناس اللي كاتبين يا ده عجز قوي. طب انت يا حبيبتي او انت يا حبيبي اللي كاتب كده كلهم ما بتعجزوش؟ مش هتعجزوا؟ يعني هو ربنا مش راضي عنه فعجز، لكن انت يا حبيبي اللي كاتب كده مش هتعجز؟ ولا الفنان مش لازم يعجز؟ وبعدين لما يجوا الفنانين يعملوا عمليات تجميل، دي عامله عمليات تجميل، طب نعجز ولا نعمل عمليات تجميل؟ يعني ولا انتوا مش عاجبكم طول الوقت؟ يا جماعه كل واحد يبص في المرايه، يبص على نفسه، يشتغل على نفسه. يعني كل الناس كل واحد باصص للاخر بينتقده بيسلخه بينم عليه ومش باصص لنفسه. اشتغل على نفسك يا حبيبي. فهماني؟ هتقولي بقى ننقل للسؤال اللي هو بتاع عمليات التجميل ضدها ولا لا؟ مش ضدها. مش ضدها؟ لا، بس مش ضدها بالمعقول. يعني في بعض العمليات شفناها لبعض النجمات الحقيقه، سواء يعني في اوروبا او في مصر. لا، في بعض العمليات بس طبعا اللي هم الاكبر سنا غيرت ملامحهم تماما. في طب التجميل دلوقتي حاجات، مش بقول لك عمليات، مش عمليات. طب التجميل بيتطور. اصل انا جوز خالتي من اكبر دكاتره التجميل في مصر. فانا عارفه، وبنات خالتي بناته وابنه، فانا عارفه كل الحاجات دي لان العيله يعني. ففي حاجات طبيعيه دلوقتي بتصغر، بتوقفك عن سن معين. يعني بالوقت الاجيال اللي بعدنا صغيرين دلوقتي الشابات ممكن يجوا شكلها يقف عند ال 35 طول عمرها. لا بس في بعض الفنانات والحقيقه كتير يعني منهم، يمكن لما بيجروا اي، مش هقول عمليه، ولكن بعض الحاجات اللي بتطلع دلوقتي طبعا مع التطور التكنولوجي الطبي بيبقى مش حاسين باي ملامح او اي رياكشن. دي عمليات بيساعدها؟ دي عمليات. وحقن البوتوكس مش عارفه ايه الحاجات دي، بيبقى برضو ما بتديش فكره برضو ان الملامح التعبيريه تبقى واضحه حتى وهي بتادي دورها. لانه في الطب التجميل بقى فيه سبوبة كتير كوميرشال تجاري، في دكاترة كتير بيقلبوا الزباين يعني، وفي دكاترة عندهم ضمير. فممكن دكتور يعمل لك بوتوكس، انا حاسة ان انا دكتور التجميل وبتكلم على التجميل دلوقتي. ممكن دكتور يعمل لك بوتوكس يخلي حواجبك مرفوعة فوق مفيش اي تعبير، وممكن دكتور يعمل لك بذكاء وبحرفنة وبضمير بشكل طبيعي. يبقى شكله طبيعي بالظبط. طب بصراحه كده نهى العمروسي عملت اي حاجه تجميليه ولا؟ عملت طبعا. عملتي؟ طيب بس انت بس مش هو ده اللي مغير شكلي ولا لا؟ انا عارفه طبعا موضوع الغده الدرقيه اللي انت تعرضتي له. طبعا
اكيد. بس هي بس كتير من النجمات دلوقتي ما بيرفضوا ان هم يعلنوا، يعني بيبقى واضح ان هي عامله، بس كتير بيرفضوا ان هم يصرحوا بده. في حاجات انا دلوقتي بنحت وشي لاني قبل كده حقنت يعني تخن وشي نزل على تحت، حقنت وانا صغيره على فكره، كنت في اخر الثلاثينات اخر الثلاثينات، ما كنتش محتاج بس كان طالع موضه فجربت فبوظ لي التقسيمه بتاعت وشي. فدلوقتي الحمد لله يعني اتعرفت على دكتوره عظيمه عبقريه وعندها ضمير بترجع لي وشي رفيع بشكل الطبيعي بشكل الطبيعي عشان ارجع رفيع. وبعمل حاجه اسمها فامباير. فامباير ده بياخده من دمك، بيفصل الدم عن البلازما، بيبقى في الستيم سيلز الخلايا الجذعيه بترجع تحقنك بيها. لا ده انت كده هتفيدي جمهورك جامد قوي. فبيدي نضاره لما بتحقنك بيها وبتجرح كده بطريقه بآله معينه من الوش، فالكولاجين والالاستين اللي هم بيخلوا شباب في الوش بيجروا، يفتكروا الوش عامل حادثه فبيجروا يتنشطوا على الوش عشان يبقى فيه نضاره. لا بس انا بحترم صراحتك على فكره، لان مش كتير الحقيقه يعني بيقول ان هو ماليش دعوه باللي مش كتير، انا نفسي هو دي ويمكن ده برضو اللي تعبك على فكره. بس انا مش هتغير يعني. يعني كل واحد يعني انا مش هكذب عشان الناس كذابه. مش انا اللي هقلدهم. يعني